السلام عليكم، انا الشيف شكري، والنهارده هعمل معاكم جلاش ساده. جلاش ساده ما فيش فيه اي حشو ولا اي حاجه. انا واحد من الناس اللي بيحبوه بالشكل ده او بالطعم ده، طعم الجلاش بس اهو. شكله جميل وطعمه جميل من غير حشو ومن غير اي حاجه، وعلى بركه اللي نبتدي الشغل. اول حاجه هنعملها الشربات، نص كوبايه ميه يعني 100 مللي اهيت قدامكم، بعمله قدامكم اهوت. والشربات ده على قد الكمية بالظبط، ودي كوباية سكر 200 جرام، يبقى كوباية سكر ونص كوباية مية. وهندوب السكر في المية، ودي خطوة مهمة جدا ان احنا ندوب السكر في المية. لو ما دوبناش السكر في المية ممكن يلون الشربات. هنلون كويس ونخش بيه على النار، هيغلي هنحط له طرنش الليمون اللي معانا ده. ادي الموضوع كله موضوع الشربات، وده شربات تقيل دخلنا بيه على النار. بكمل تقليب علشان ادوب السكر ده خالص، او زي ما انتم شايفين بكمل تقليبه علشان ادوب السكر خالص. وزي ما قلت خطوة مهمة في الشربات، وده الشربات التقيل اللي هو 2-1. الشربات بدأ يغلي اهوت، انزل بالليمون اعصره او احطها زي ما هي كده، مش هيجرح حاجة. واقلب تقلبتين عشان لو في سكر ولا حاجة باقية تروح، واسيبه بعد كده ان هو يغلي. بقى يغلي قد ايه؟ يغلي دقيقة دقيقتين كده، وهوريك ازاي تعرف ان هو استوى. سيبته على النار بيغلي اهوت زي ما انتوا شايفين. حطيت المعلقة فيه اهو، حطيت صبعي عليه، شوفي في عرق، في عرق، مش مية سايبة، لا في عرق بيشد مع ايدك. بقوم طافي عليه بعد دقيقتين كده اهو، هو ده الشربات بتاعنا اهو. شوفي في عرق في ايدي ازاي بعد ما اطفى عليه خلاص اهو. شوفي رايق ازاي، ما فيش فيه اي حاجة. هنطلع بيه برا نسيبه يبرد. وعندي لفة جلاش اهيت، لفة جلاش عادية خالص مفيش فيها اي حاجة. هبدأ ان انا اعملها زي ما قلنا، قلنا الشربات اللي احنا عاملينه ده على قد الكمية بالظبط. خدت ورقة تانيتها نص على اي عصاية عندي في البيت، اي حتة ماسورة عندي في البيت، هتعمل معاك اللي احنا بنعمله ده. وهنلف، وطبعا كل ما تكون ورقة الجلاش طرية او طازة هتبقى النتيجة بتاعتها احسن. حطيتها على لفيتها على العصاية وكشكشتها زي ما انتوا شفتوا كده، وهطلعها من العصاية. اول واحدة طبعا بتبقى تقيلة كده على العصاية علشان لسه ما جرتش، يعني ما بقى ما نعملش طرفين على بعض، وتكة صغيرة، واحطها في الصينية اللي انا بشتغل بيها. موضوع بسيط وسهل خالص، بس انا معرفك انك يعني طريقة للشغل الجلاش ده. والجلاش ده على فكرة بيبقى طعمه احلى بكتير. انا واحد الناس اللي بيحب الجلاش السادة بالشكل ده اهو. لفينا عليها العصاية والطرفين مع بعض، ادي كده عملنا الاسورة من الجلاش اهو. هناخد ورقة تانية نشوف هنعمل بها ايه. بتني برضو على التلت كده والف اهو، ما بلفش على ضيق، بلف على واسع. خدوا بالكم من الموضوع ده، بلف على واسع اهوت. لفيتها وظبطتها اهيت، وهفردها في الصينية اهي. حطيتها في الصينية وهطولها شوية في الصينية. واحدة تانية، الموضوع سهل وبسيط والله، ما فيش فيه اي حاجة. بس لقيت ان يعني في ناس محتاجة حاجة زي كده. لفينا الورق على العصاية اهوت وكشكشناها بالراحة كده، واطلعها من العصاية اظبطها احطها على الصينية واطولها شوية. انا كده خلصت اهو خلاص الاسورة والسيجار، وهسيبه 10 دقايق، مش هديله السمنة بتاعته اللي على طول، هسيبه 10 دقايق كده في الهواء ينشف. وبعدين ادي السمنة اهيت، دي معلقتين سمنة، والسمنة على قد خالص.
وبديها بالفرشة، مش هكب سمنة اهوت، بدهن بس كده اهو، معلقتين سمنة سيحناهم. نوع السمنة اللي انت بتشتغلي بيه اي نوع، ما عندكش سمنة حط زيت مش هيجرى حاجة، اللي موجود عندك اشتغلي بيه اهوت. الناس اللي صايمة الايام ديت هتشتغل بالزيت عادي خالص، فيها مش لازم السمنة، ممكن يشتغل بسمنة نباتي. حطينا المعلقتين السمنة اللي عندنا عليهم، وعلى الفرن على 200 درجة، نشف اهوت ولون. وادي الشربات بتاعه، حطته في التلاجة مع بال ما تقولهاش يستوي، وهسقي برضو بالفرشة اهو على القد بالظبط كده، المواضيع على القد، مفيش حاجة تزيد ولا حاجة تبوظ عندنا اهوت بالفرشة كده، بس هي بالراحة وهي هتشرب معاكي على طول هتشرب. والطروف، طروف الصينية ايوه ديت، تأكد عليها وتمشي الفرشة على الجلاشة كلها اهو. خلصت الشربات كله عليهم، كوباية السكر ونص كوباية المية وطرنش الليمون، تسيبه بقى يشرب ويبرد وبعدين نشوف هنعمل فيه ايه. برد وشرب الشربات بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين. الصوابع دي بقى هنكسرها بسكينة عادية من عندك خالص، اي سكينة اهيت، واتكي مرة واحدة ما تجريش السكينة، انزلي بالسكينة مرة واحدة، دي سكينة عادية خالص اهيت، انزلي بالسكينة مرة واحدة ما تذبحيش، لا هي تكة واحدة اهو. هي دي الجلاش بتاعنا من جوه فاضية خالص ومقرمشة وشاربة شربات، ما انتش حابة كده عايزة تحشيها كريمة ممكن تحشيها كريمة، احشيها شوكولاتة، احشيها زي ما انت عايزة، انما انا عاملها على ان هي هتتاكل سادة، في ناس بتفضل الجلاش السادة ده اهو، فاضي خالص من جوه مفيش فيه اي حاجة ومقرمش وشارب شرباته. هنرصه في الطبق ونشوف شكله ايه. ادي الطبق بتاعنا، طبق جميل جدا، عملناه من لفة جلاش، لفة جلاش 10 ورقات، مش لفة جلاش يعني، ممكن تقدميه في اي مناسبة عندك، ممكن تعمليه للولاد في البيت، شكله جميل وطعمه جميل ومحتاجش حاجة، معلقتين السمنة، كوباية السكر، ونص كوباية المية، ولفة الجلاش، وما بياخدش حاجة انا الوقت علشان التصوير، مش اكتر من كده اهو. شكله جميل وطعمه جميل، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اللي عايز يحشي ممكن يحشي الصوابع دي. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.